عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف أنا بقول لحضرتك مثلا على صندوق الزمالة اللي هو بيعملوه في أنت الشغل مخير لا تشترك، لأن صناديق الزمالة بتودع أموالها في البنوك فيعتراها الربا واعترتها الجهالة أيضا، تأخذ مالا ليس لك أو تذهب عليك الأموال، فابتعد عنه. ليست صناديق تعاونية كما يقرها الشرع، لكن هي أموال تودع في البنوك وتستثمر في البنوك. أنصحك بالبعد أسلم لدينك.